الحمد لله، ازيك انت؟ تابعت المهندس هاني أبو ريدة اليوم في المؤتمر الصحفي العالمي لتبرير ما جرى في روسيا، وهل حضرتك مقتنع بما ذكر المهندس هاني ولا لا؟ لا الحقيقة ما يعني انا مش في القاهرة، فما ما تابعتش المؤتمر ده. لم تتابع المؤتمر. تحليل حضرتك اللي حصل في روسيا و بعض الامور اللي بدات النهارده بعض زملائنا ومنهم زميلنا محمود صبري تلميس حضرتك في الاهرام عن الاسباب الحقيقيه، انه اللعيبه انشغلوا بالاعلانات، اللعيبه البعض منهم انشغل بتسجيل مع احدى القنوات الفضائيه ام بي سي مصر، نقدر نقول كده بشكل واضح انها متقاله، انه هذه القناه اخترقت المعسكر وسجلت مع اللعيبه داخل غرف نوم اللعيبه. حضرتك كنت رئيسا لاتحاد كره القدم في وقت من الاوقات، هل هذا طبيعي؟ هل ما جرى طبيعي؟ الحقيقه يعني المساله كلها مش طبيعيه، ويعني كان هناك استخفاف واضح من مجلس إدارة الاتحاد بأهمية هذه البطولة اللي تحولت بالنسبة لهم إلى برنامج تلفزيوني هزلي، يعني وده كان باين في البرامج اللي اتعملت في رمضان. عضو مجلس إدارة بيعمل برنامج هزلي على كاريكاتير كده للكوبر، يعني المسألة ما كانتش متاخدة بالجدية الكاملة. أيضا يعني أسلوب الموالد بقى اللي احنا بنعمله في الرحلات، وإنك يعني تاخد العيلة وعيلة العيلة، وبعدين المعسكر بتاع اللاعبين اللي هو المفروض يبقى منفصل منعزل تماما عن العالم وفي تركيز، كان أشبه بسوق عكاظ وناس داخلة وناس خارجة ومهرجانات. يعني الحقيقة حاجة يعني ممكن نقول عليها unprofessional، يعني حاجة غير احترافية، إنما ترقى إلى أنها هزلية، وهذا الهزل في مقام الجد، لأن أنت بترفع علم البلد وبتمثل الوطن وعندك شعار لازم تحترمه. يعني كل هذه الأمور يعني الحقيقة كانت مقدمات، زي ما بيقول علم المنطق، يعني المقدمات تؤدي للنتائج. طيب في هنا انه برنامج الاعداد لم يكن على المستوى المطلوب، محمود صبري بيقول كده، انه كشف العديد من الاخطاء، تراجع مستوى العديد من اللاعبين، ورغم ذلك كوبر حرص انهم يبقوا موجودين، كان حريص انهم يبقوا موجودين في المنتخب ويلعبوا كمان رغم تراجع مستواهم. هو المشكله اساسا كوبر. يعني هي المشكله ان هذا المدرب يعني وهم صنعه محمد صلاح. يعني لو يعني محمد صلاح هو اللي اهلنا مش كوبر، ولما بيختفي محمد صلاح بينهار كوبر. يعني هو كوبر متعلق باقدام محمد صلاح، انما هو مدرب فاشل ومدرب ليس له ماضي وليس له تاريخ. ويعني يعني البرنامج الرمضاني اللي كان بيعمله يعني هزلا كده، هو كوبر راجل هزلي يعني اصلا. فيعني المسؤولية إدارية وفنية كارثية، وأنا يعني لابد أن يكون هناك تحقيق يعني في الراجل ده، إيه المؤهلات اللي احنا تعاقدنا معاه على أساسها، وبعدين الإعداد برنامج الإعداد مين اللي اعتمده، المباريات الودية كشفت أمور كثيرة جدا، اختياراته للاعبين، اختياراته للفرق اللي بيلعب معاها المباريات الودية، يعني كل هذه الأمور الحقيقة يعني أنا عايز مجلس إدارة الاتحاد يعمل مؤتمر صحفي ويواجه الرأي العام ويواجه النقاد، وفي النهاية لازم يستقيلوا، لأنه ما حدث هو أسوأ تمثيل لمصر في احنا ما مرحناش كأس العالم غير 3 مرات. يعني مرة في الثلاثينات، ودي كانت يعني في البدايات، والمرة القريبة اللي هي بتاعت محمود الجوهري في إيطاليا 90، اللي هي أحسن نتائج اتعملت لمصر، احنا تعادلنا وخسرنا 1-0 بالعافية، وكان مظهر الفريق مشرف جدا، وكان المدرب الوطني هو اللي بيتحمل المسؤولية، وأنا الحقيقة كان ليا شرف إن أنا كنت على رأس البعثة اللي موجودة هناك في إيطاليا، وكنا يعني عاملين المعسكر اللاعبين ده لا يقترب منه احد، ده يعني ناقص كنا نعمل له، لا لازم، مش علشان خوفا على اللاعبين او خوفا من سلوكهم، لا علشان التركيز.
ودايما يعني لما يبقى في ضيوف كتير ويبقى في ناس بتخش وتخرج وزي ما كان حاصل مفيش تركيز، انت بتركز طول الوقت. عندي 48 ساعه باخد اخطاء الماتش اللي قبليها وبركز فيه واجبات، واحفظ الواجبات بتاعه الماتش اللي بعديها، والناس الاوبوننت المنافسين بتوعي ابقى حافظهم ومذاكرهم ونقعد نفكر نفسنا بيهم. يعني هو ده تحمل المسؤوليه بيقتضي هذا التركيز. انما ده كان برنامج رمضاني يعني ما كانش معسكر. فحضرتك بتقول لي في كاس العالم 90 وحضرتك كنت رئيس البعثه كان ممنوع حد يقرب من المنتخب. لا احنا كنا في مكان معزول تماما، ولا يعني اللي يخش لازم بتصريح. اللي عايز يخش بتصريح ولازم يكون ليه شغل داخل يعمل حاجه، ولكن الحفاظ على التركيز لابد ان يكون، وده اللي عملته كل المنتخبات. لو هتروح تلاقي المنتخبات عامله، لانه كمان حتى بيبقى عنده تدريب سري على حاجات معينه، على تحركات معينه.